بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله في الأربعين، الحديث 27، عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. أظن وقفنا هنا، ها؟ نعم. قال عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. ثم قال: وعن وابصة، وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال رحمه الله: حديث حسن، رويناه أو رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الكلام عن هذين الحديثين من وجوه: الوجه الأول في بيان حكم الحديثين، أولا الحديث الأول حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه كما قاله الإمام النووي رحمه الله، وحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه. أما حديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه فهو حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والدارمي في مسنده أو في السنن، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير، وغيرهم إلا أن هذا الحديث معلول وغير صحيح، قد ضعفه بعض أهل العلم وهو الصحيح. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في إسناد هذا الحديث: أمران يوجب كل منهما ضعفه، أحدهما انقطاعه بين الزبير وأيوب، فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم، والثاني ضعف الزبير هذا. قال الدارقطني رحمه الله: روى أحاديث مناكير، وضعفه ابن حبان أيضا. قال: لكن سماه أيوب بن عبد السلام فأخطأ في اسمه. ثم ذكر أيضا طريقا أخرى من حديث وابصة عند الإمام أحمد، ولكنها أيضا معلولة. وجاء في معناه بعض الأحاديث، وكونها جاءت في معناه لا يدل على ثبوته وصحته. فالشاهد أن حديث الباب حديث وابصة رضي الله تعالى عنه حديث لا يصح أو حديث معلول. ويبقى بعد هذا الكلام من الوجه الثاني
في منزلة حديث النواس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث العظيم هو من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم المعاني التي حوتها هذه الأحاديث أو هذا الحديث وهذه الجمل. قال الهيثمي رحمه الله: قال هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وجعلهما ضدين، وجعلهما ضدين. فهو حديث عظيم لما حواه من هذه الجمل العظيمة والمعاني البليغة المقررة للحق الدافعة للباطل لمن التزمها. ونعرج على الوجه الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. البر يطلق باعتبارين: أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، كما يقال بر الوالدين، والإحسان إلى الخلق. ولهذا صنف أهل العلم كتبا عظيمة في هذا الباب، منهم الإمام عبد الله بن مبارك كتاب البر والصلة، وكذلك في صحيح البخاري كتاب البر والصلة، وفي جامع الإمام الترمذي كتاب البر والصلة. وهذه الأبواب، هذه الكتب كلها تحوي إلى عموم الخلق، الإحسان إلى الخلق بالمعاملة الحسنة بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. ولا شك أن بر الوالدين مقدم على غيره، ولهذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر في الحج قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية: وطيب الكلام. ولهذا كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وإذا ما قورن البر بالتقوى، فجاءت كلمة البر وكلمة التقوى في سياق واحد، كما في قوله جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى. فيكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، والمراد بالتقوى معاملة الحق جل جلاله بفعل طاعته واجتناب محرماته ومنهياته. وقد يراد أن البر فعل الطاعات والواجبات، والتقوى اجتناب المنهيات والمحرمات،
والمعنى الثاني من معاني البر كما قلت يطلق باعتبارين: أن يراد بالبر فعل الطاعات جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر بهذا المعنى تدخل فيه أو يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كما قلنا والظاهرة، ومنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة ونحوها. والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال في سبيله جل وعز، إقامة الصلوات، إيتاء الزكاة، الوفاء بالعهد، الصبر على الأقدار المؤلمة ونحوها. وعلى هذا يكون معنى أن البر من تمثل بالبر فإنه لا بد وأن يحسن خلقه، لأنه إن تمثل بالبر والحالة هذه كان قد تخلق بأخلاق الشريعة وتأدب بآدابها التي أدبه الله جل وعز بها في كتابه، فأتاها ونهاه عنها فانتهى عنها، وكما أدبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كانت عائشة تقول عندما تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند مسلم، قالت: كان خلقه القرآن. قد شهد الله جل وعز في علاه له بذلك، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام متأدب بآداب القرآن بما أدبه الله جل وعز به، ففعل الأوامر واجتنب النواهي، متقرب إليه جل وعلا بالطاعات، مبتعد عن المنهيات والمكاره والمكروهات جميعا، فصار يعمل بذلك الأمر والنهي، وهو في الحقيقة عامل بالقرآن. فصار العمل بالقرآن له عليه الصلاة والسلام خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه. ولا شك أن هذا خير الأخلاق وأحسنها وأشرفها وأجملها. وعند التأمل في حقيقة البر نجد أن حقيقة البر عموما، البر هو الكمال المطلوب من الشيء، هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه. ولهذا ما يأتي من تلك الكلمة أو من هذه الكلمة من اشتقاقات دال على هذا. ولهذا سمي البر برا بالضم لمنافعه وخيره، إضافة إلى سائر الحبوب فيها منافع أخرى. ولهذا قيل رجل أيضا بار وبر، ويقال كرام بررة وأبرار. فحقيقة البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، يقابل ذلك الإثم، قابل ذلك الإثم، وعليه فيكون الإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها. إذا ما ظهر لنا هذا المعنى في حقيقة البر تبين لنا ما سبق بيانه من أن البر يطلق على المعنيين السابقين،
ولا شك أن المعنى الثاني يشمل المعنى الأول وزيادة، يشمل المعنى الأول وزيادة. ولهذا قديما قيل، قالت أهل العلم: الدين كله خلق، الدين كله خلق. فمن جبل نفسه وعودها على فعل الطاعات والتزامها وعلى الاجتناب عن المنهيات والابتعاد عنها، لا بد وأن يتخلق بهذا الخلق العظيم أو بهذه الأخلاق العظيمة، فيأتي بالمعاملة الحسنة للناس والبر لهم وما يعم ذلك من الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله على ما سبق بيانه. ثم نعرج على الوجه الذي يليه في قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في نفسك. وهو الوجه الرابع. تقدم معنا ما المراد بالإثم وحقيقته. والإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم بها العبد، التي يذم العبد عليها، يعني إن فعلها. لا شك في أن الإثم شر عظيم، ولهذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: الإثم هو الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. إذن هي كلمة جامعة لأفعال الشر وقبائح الأمور، وقد دل هذا الحديث على جملة منها، منها داخلي في داخل النفس، وهو شعور المرء والمرء والإنسان باضطرابات واعتلالات داخلية، والتي عبر عنها: ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في نفسك، تردد، تحرك في النفس وتردد ولم ينشرح له الصدر، بل إن القلب يحصل فيه الشك والريبة والخوف من كونه من الذنوب والآثام. فلما حصل هذا القلق والاضطراب ولم تنشرح النفس ولم تطمئن، دل ذلك على كونه من الآثام. وكونه تردد واضطرب هذه قرينة قوية محتفة به، تدل على أن المرء لا بد له أن يبتعد وأن يهرب من الإتيان به أو من فعله. والإثم ما حاك في نفسك، تردد كما قلنا، وصرت في قلق ولم ينشرح الصدر وحصل في القلب شك وريبة، وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلما كرهته، لما كرهت أن يطلع عليه الناس؟ كرهت ذلك لأنه محل عيب وذم،
ولذا تكره أن يطلع عليه الناس فيروا منك ما لا تريد أن يراه منك الناس. ولا شك أن هذه الجملة المفيدة وهذا القانون العظيم لمن كان قلبه صافيا سليما على السنة قائما معظما لأمر الله جل وعز، معظما للنهي، مستشعرا لعظمة الله، حي القلب، فإن هذا المرء الذي يكون بهذه الصفة هو الذي يتردد في قلبه الإثم، هو الذي يتردد في قلبه وفي صدره الحرج. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله جل وعز والذين قست قلوبهم عن ذكر الله جل وعز فهؤلاء لا يبالون ولا يراعون لتلك الآثام الصريحة فضلا عن المترددة بالا، ويتبجحون بفعل المنكرات والعياذ بالله والآثام. إذن الكلام هنا في هذا الوصف وفي هذه الجملة ليس عاما كما يفهمه بعضهم ويتكئ عليه بعض ضعاف النفوس فيظنه يشمله، والأمر بعيدا عنه، والأمر بعيد عنه، إنما هو خاص لمن ذكرنا من كون العبد قلبه سليما لله جل وعز، طائعا خائفا مخبتا له جل وعز، تائب عابد حامد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء المؤمنون حقا وهم الذين قال الله فيهم قد أفلح المؤمنون، وهم الذين قال الله فيهم التائبون العابدون الحامدون، وهم الذين وعدهم الله بقوله وبشر المؤمنين، وهم الذين قال الله جل وعز فيهم وعدا أولئك هم الوارثون، وهم الذين قال الله فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآيات. هؤلاء هم الذين تنصرف إليهم وينصرف أو تنصرف إليهم تلك الجملة، وذلكم الأمر العظيم في مقياس ما يحوك في الصدر ويختلج في النفس. وهذه هي العلامة الثانية من العلامات التي كما قلنا للدالة على الإثم، قلنا علامة داخلية وعلامة أخرى خارجية، وهي أن يكره أن يطلع على أمره الناس، ويريد بذلك أن يكره أهل الفضل والحق والسنة وأهل الإنصاف وأهل العدل وأهل الأمانة والديانة أن يروا منه ما لا ينبغي أن يراه. فالكراهة هنا كراهة دينية لا كراهة اعتيادية، فإذا اجتمع الأمران هذا وذاك دل على أن هذا الفعل يجب أن يبتعد منه، وأن الحق والسلام في تركه والبعد عنه. ويتكئ بعضهم في مثل هذه الموازين بناء على حديث وابصة رضي الله تعالى عنه المتقدم، فيفهم منه في قوله في الحديث وإن أفتاك المفتون أن النظر
إنما هو للقلب خاصة دون الرجوع إلى الحق وإلى أهل الحق وحملته. وهذا فهم أعوج ثان على المعنى الذي تقدم من إطلاق من حمل بعض الناس هذه الجملة، وكرهت أن يطلع عليه الناس على وجهه العام. وإن أفتاك المفتون فترى بعضهم يرد الحق لكون نفسه تكره ذلك الحق، بل إن النفس على خلاف ذلك أحيانا تفعل المنكر والعياذ بالله، وترى أن النفس مطمئنة ومرتاحة إليه. بل الأصل في هذا أن يلتزم العبد نصوص الشرع، فما أباحه الشرع حل له فعله، وما نهاه عنه الشرع حرم عليه فعله، وما تردد فيه الأمر ولم يظهر فيه الدليل فالاحتياط فيه واجب، والسلامة لا يعدلها شيء. أما أن الناس تنساق فتفتي لنفسها إباحة لما هو محرم أو تحريما لما هو مباح، هذا لا يجوز، وهذه عاقبة الركض واللهث وراء فهم النصوص على ما تهواه النفوس، وفهم النصوص بغير قواعد أهل العلم، بل والاعتماد على ما ضعف من الأحاديث ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الله قد أمر العباد بالتسليم له جل وعز، فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما شرعه الله وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن يتلقى بالإيمان والتسليم والرضا وانشراح الصدر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد سبق أن أشرنا وتكلمنا على جملة من مثل هذه المسائل عند شرح حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين، وحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالشاهد من هذا أن العبد مأمور بالاتباع، منهي عن مجاراة الهوى وميل نفسه وما تهواه، بل العبد مأمور باتباع الحق وحملة الحق وأهل الحق ممن هم على استقامة وسلامة. أما أن يتبع أهل الأهواء المردية سواء هو منسوب للعلم أو للدعوة من أهل الشهوة أو الشبهة، فإن هؤلاء فتنة لكل مفتون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تعوذوا بالله
من عالم مفتون أو عابد جاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. وهو كذلك، فإذا ما كان العالم والعياذ بالله مفتون لشهوة أو شبهة والعياذ بالله، فإن هذا والعياذ بالله يسوغ لضعاف النفوس والإيمان في الاسترسال والتسويغ للنفس ما لا يجوز لها، احتجاجا بأن العالم الفلاني يفعل وهذا من أهل العلم ولو لم يكن جائزا لما فعل ونحو ذلك، أو العابد الجاهل يغتر الناس بعبادته فيتعبد لله بما لا يجوز شرعا. وندخل أو نعرج الكلام على الوجه الخامس في هذا الحديث العظيم، ونتكلم عن بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. فائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حرص في تعليم أمته ما ينفعها، وهذا من كمال تبليغه صلى الله عليه وآله وسلم وأمانته في تبليغ رسالة الله التي أمر بتبليغها. وكذلك نستفيد من هذا الحديث الحث على حسن الخلق والتحلي به، وأن المرأة متى أحسن خلقه فإنه في بر، وأن العبد متى تمثل بهذه الأخلاق وطبق شريعة الله كان من أحسن الناس خلقا وصار مقتفيا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متأدب بأدب الشريعة، وذلك أجمل الأخلاق وأحسنها كما مر. ولا يعني ذلك أن المرأة لا يغضب لله، فلا تنافي بين هذا وبين الغضب لله جل وعز. بل إن الغضب لله هو من حسن الخلق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله جل وعز كان من أشد الناس غضبا فيها، كما خرج ذلك مسلم في الصحيح. أيضا نستفيد من هذا الحديث العظيم الإشارة إلى منزلة القلب، القلب المؤمن الطاهر الصافي السليم، وهذا يدعونا إلى الجهاد والمجاهدة في تنقيته من الشوائب وتصفيته من الرواسب، ليصفو فيكون صافيا سليما
يميز ما قد يرد عليه، فتجده إذا كان كذلك يحوك فيه ويتردد فيما يرد عليه من الأمور مما ليس من وجوه البر والطاعة. ولا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا الحديث، ورثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كان يحدث به النواس ابن سمعان صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمثاله من الصحابة. المرء إذا ما كان قد ورد عليه أمر وظهر فيه أنه محرم يجب عليه امتناعه، الامتناع منه، وإذا كان مباحا جائزا وقربا فإنه يأتيه وقد يردده الشيطان فلا ينساق إليه. وأما إذا كان الأمر مترددا لا يدري أإثم هو أم لا، فإنه يدع ذلك حتى يتبين لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا ينبغي للعبد أن يتجاسر ويتعاظم فيقع في الشبهات، ومعلوم أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كما مر معنا. فالقلب منزلته عظيمة إذا ما صلح واستقام على الدين والشريعة استقامت الجوارح معه. ونستفيد من هذا أيضا أن على العبد المؤمن المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن يحرص كل حرص، أو أن يحرص كل الحرص على استقامة أمره، وعلى البحث عن سبل نجاة نفسه. فالمرء سيقبر وحده وسيحشر وسيسأل وحده، فما كره العبد أن يراه في الآخرة فليتركه اليوم، وما رغب العبد أن يراه في الآخرة فليفعله اليوم. والله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نقف عند هذا الحد في شرح هذا الحديث، وبه ينتهي الكلام عنه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.